اللجان التي تم تشكيلها، وخاصة ما يتعلق بمتابعة قضية رواتب موظفي إقليم كردستان. هذه اللجنة تم تشكيلها لكي يقدم اقتراحات ما يتعلق بقضية الموازنة. هذه اللجنة سوف تستمر بعملها، وما يتعلق بالجانب التشريعي نحن قمنا بواجبنا من ناحية تشريعية وقدمنا اقتراحات ومقترحات، وهذه المقترحات تم تثبيتها في قانون الموازنة ل 2017، وهذه موجودة في قانون الموازنة الآن ما يتعلق بحل هذه الأزمة. والمتبقي على الحكومتين، حكومة بغداد وحكومة أربيل، أن يقومان بتطبيق الاتفاقية مثل ما هو موجود في قانون الموازنة. هذا الذي تبقى. نحن من جانبنا سوف نتابع الأمر، وطبعا نحن بيدنا الأدوات المتاحة بيد مجلس النواب كالآتي، هو يكتمل في قضية المراقبة، وأيضا من جانب آخر قضية الضغط على الحكومتين بالأدوات المتاحة والمناسبة من خلال العمل الرقابي على الحكومتين بتنفيذ هذه الاتفاقية ما يتعلق بإنهاء المشكلة المعروفة بمشكلة النفط ما بين حكومة إقليم كردستان وحكومة الحكومة الاتحادية. وهذا ما رأيناه، هذا هو الحل المناسب لحل هذه الأزمة الموجودة. وطبعا إذا اتفق الجانبان على هذا كما هو موجود في قانون الموازنة، أو قاما أو 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 يقومان بتطبيق ما هو موجود وما هو منصوص وما تم الإقرار عليه في مجلس النواب، فبالتأكيد هذا سوف يؤدي إلى المساهمة في حل هذه المشكلة الموجودة.